الخروج يعني بالنظر لمباراته أمام المغرب يستحق الخروج، ولو أنه الحظ لعب شوية دور كبير جدا لأنه كان مستحوذ وكان مسيطر. منتخب المغرب يختار أن يبقى في الخلف ويلعب على قدراته، هذا شيء طبيعي لأنه المباريات مثل هذه تلعبها من أجل أن تفوز بها، لا تلعبها من أجل أن تمتع الجماهير. السلام عليكم. الإنكار، تبخيس الإنجازات، عدم الاعتراف من بين الأمراض اللي كنعيشوها في الكثير من مناطق العالم واللي كتجعل الكثير من المنظومات أنها تفشل. ما جاتش في أنك تجي البلاطو ديال التلفازة وتقول ماكا ما قنعنيش المستوى. كيفاش ما قنعكش المستوى ديال الفريق وصل نصف نهائي كأس العالم؟ كيفاش واحد آخر يجي ويقول لنا بأنه المغاربة سبقونا وحنا كنا سابقين وهما ما سبقونا حيت سرقونا؟ شنو الاخ ملي يكونوا عندكم المشاكل حنا نتكاو ونقولوا حبسوا تقعدوا هما الراس، على انتم كنتوا كتفكروا في شي واحد قبل؟ الاشياء لا يجب ان تخلط. لماذا يريد البعض في كثير من الدول وفي كثير من المناطق ان يحصر لاعب المنتخب الوطني المغربي في الدفاع، مع انه كان هناك ارتداد رائع من الدفاع للهجوم، كانت هناك ديمارش دو ليبرتي، يعني هوامش للاعب باريحيه وكذلك بحريه في الثلث الاخير من الملعب، وانضباط تكتيكي صارم في الثلثين الاولين في الدفاع وفي وسط الميدان. علاش الناس ما يقولوش بانه قبل الهدف ضد المنتخب البرتغالي كانت هناك 15 تمريره بدات من ياسين بونو ودس على اليميق وعلى سايس وعلى زياش وتغير اتجاه في اتجاه اللاعب بوفال، ومن بعد الاملاح اوناحي بوفال اوناحي عطيه الله والتمريره باش تسجل الهدف ديال النصيري. راحه يعني هل ترى بان المغرب تستحق التاهل للدور النصف النهائي؟ والله ما تستحق. تحب لها انا لماذا؟ والله يا يوسف فوتبول فوتباليستيك والله ما كانوا في المستوى. لماذا؟ شوف هي الدورات هذه تتقارن كيف بالنتائج على كل حال. معليش بالنتائج انت الان تقول المنتخب المغربي لا يستحق التأهل الى الدور النصف النهائي. التتويج بكأس العالم عارف هو وعارفين احنا بانه يبقى منحصر بين البرازيل والارجنتين وفرنسا انجلترا. وفرنسا وانجلترا نعم. فهو عارف جيدا بانه لم ياتي الى قطر من اجل التتويج بكأس العالم. حافظ مساله علاش الانسان ما كيبغيش يدوي على اكاديميه محمد السادس اللي في اخر المطاف عطاتنا ثلاثة ديال اللاعبين اللي كيلعبوا الان رسميا مع المنتخب الوطني المغربي وكل واحد في خط. علاش كيقولوا بانه اكاديميه محمد السادس كلفت فقط 14 مليون دولار والان ب 17 مليون دولار ولا 25 ولا 42 اللي غير ربح المنتخب الوطني المغربي هما ردوا الفلوس؟ كنساو بان هذيك اكاديميه عندها اطور اللي مكلفين بها، بانه السيد ناصر لاركيت قام بواحد العمل اللي هو رائع ديك الساعه، بانه ميزانيه اكاديميه محمد السادس تتجاوز 10 مليون دولار في كل سنه. علاش كنبغيو كل شيء نردوه صدفه؟ علاش كنبغيو نتكلموا على اشياء اللي مني كدار كنجردوها من القيمة ديالها وكنبغيو نأكدو بأنه هادشي يوقع هادشي ما كيجيش معانا؟ علاش ما نتكلموش على تألق الفرق الوطنية في الكؤوس الإفريقية؟ الوداد ربحت الشامبيونز ليغ، نهضة بركان ربحت كأس الاتحاد الإفريقي ولعبوا السوبر كوب بيناتهم وتألق على مستوى كرة القدم النسوية باش وصلوا لنهائي كأس إفريقيا، والجيش الملكي ربحت الشامبيونز ليغ وقبل ديكشي كانت وصلت للمربع الذهبي. هاد الأشياء كلها يجب أن تدرس وتدرس، هذه الأشياء كاملة يجب أن نتمحص فيها باش يكون عندنا نجاحات لفرق عربية أخرى وفرق إفريقية. هذه المسألة ديال الإنكار وعدم الاعتراف ونقولوا بأنه ديك شي مقا ما قنعنيش، ديك شي ما غيوصلكم لتا شي حاجة. التلفازة رسمية في الجزائر ما غنذكرش سيرة المغرب، ومن تذكر المغرب يتم طرد هذاك المدير العام ديالها. واش 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 بعقلكم؟ واش كتبغيونا نثيقوا فيكم مور هادشي؟ واش كتبغيونا ننتظروا واحد المستقبل مشرق مع هاد الناس هادو بحال هكا؟ راه خاص دراسه لانجاز المنتخب المغربي ودراسه للحسد ديالكم والطريقه كيفاش تعاملتوا مع الامور. هذا ما كان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم اسفل الفيديو في التعليقات وتابوناو معنا في لاشين هكا باش توصلوا بكل جديد.